مشاهدينا الاحباء برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم المراه المسلمه ايضا برحب باصدقائي على صفحه المراه المسلمه في البث المباشر الان محبه الرب يسوع تغطيكم جميعا حلقه النهارده هنستعرض فيها مجموعه من الاحداث والمواقف اللي الحقيقه استوقفتني في الاسابيع الماضيه واعتقد انها كمان استوقفت الكثيرين منكم لكن آه آه لما وقفت كده عشان ابص لكل المواضيع اللي تكلم اتكلمنا اللي عنها او اللي هتكلم عنها النهارده آه لقيت انه العامل المشترك فيها بيوجهني علشان افكر او ابحث يعني آه في فكره اخلاقيات مجتمع منين آه آه تستمد هذه الاخلاقيات حلقة النهاردة هتبقى بعنوان الأخلاق وروح الإسلام لكن قبل ما أبتدي الكلام والسرد في حلقة النهاردة عندي طلبتين للصلاة مهمين جدا في طلبة جات لي من الأخت تريز من مصر وطلبة الصلاة دي بتقول صلي من أجل زوجي سنها هي بتقول أنا ست كبيرة ومحتاجة صلاتكم من أجل زوجي طريح الفراش وابني اللي مش موجود معايا في مصر وابني الأصغر اللي في حضن الرب يسوع المسيح له كل المجد. طبعا واضح من الطلبة إن السيدة دي متألمة جدا وعندها مشقات في الحياة كثيرة فإحنا يعني بطلب من الجميع إن إحنا نصلي مع بعض النهارده علشان الرب يعينها في هذه المشقات و يأتي بإناس يعينوها على الطريق وأنه ربنا يرجع لها ابنها بالسلامة أيضا عندنا طلبة صلاة أخرى لطفلة عمرها سبع سنين اسمها إيفا إيفا كانت في رحلة مع عائلتها ووقعت من العربية مفتوحة كده وقعت على رأسها وحصل لها هي إيفا في غيبوبة دلوقتي فحصل مشكلة في مخها ويعني الدكاتره بيقولوا انه مفيش امل لكن دايما عندنا امل إن الله يعمل معجزة والاهل مؤمنين ومصدقين فأنا بصلي انكم تشتركوا معايا في الصلاتين المهم المهمين دول ونقف في الثغر من اجل اخواتنا. رب احنا بنرفع صلاة امامك من اجل الاخت تريزا، رب انت لا تتركنا يتامى ولا تتركنا وحدنا ابدا. اسألك انك ترسل معين ليها يا رب، اسألك انه تكفي كل احتياجاتهم، اسألك شفاء لزوجها. أسألك شبع لنفسها يا رب بيك حتى أنها تعلم أنه أنت الموجود معها في كل حين في كل وقت في وسط كل مصاعب يا رب أعينها بحضورك وأرسل ملائكتك أمامها يا رب ليعينوها على كل مشقة أو كل طلبة هي موجودة في حياتها أو كل احتياج موجود في حياتها في اسم يسوع أيضا يا رب بنرفع أمامك بنتك إيفا يا رب طفلة بريئة والأهل منكسرين أمامك مصدقين في محبتك ليها، رب احنا نعلن إنك أنت إله قدوس وإنه آآ آآ أنت قلبك كله محبة وشفاء لأولادك، يا رب ليس معين لإيفا وعيالها إيه وأهلها إلا أنت فانا بسالك شفاء كامل عليها في اسم يسوع بتحد مع اخواتي ونقول لك رب ان احنا مصدقين انك انت تعمل معجزه شفاء اليوم توقظها يا رب اليوم وتعطيها حياه رب كما اعطيت الكثيرين حياه وكما اعطيت الكثيرين شفاء وكما اعدت النظر والحياه وال وشفيت من امراض يا رب كثيرين بنسألك ونرفع أمامك إيفا النهاردة في اسم يسوع نصلي أمين أمين أشكركم لكل من صلى معانا النهاردة وأتمنى أنكم تكملوا الصلاة من أجل الإخوة اللي احنا بنرفعهم في الصلاة أمام الرب معاكم اليوم دور المؤمنين أن هم يقفوا في الثغر من أجل بعضهم البعض أرجع بقى لموضوع النهاردة حلقة النهاردة اسمها الإسلام وروح آه الأخلاق وروح الإسلام الأخلاق والقيم فكرة اه اتناقش فيها علماء وفلاسفة على مر العصور، السؤال دايما ايه هي الأخلاق؟ ليه يعني ايه مصدرها؟ الإنسان اتعلم انه يكون عنده أخلاق ازاي؟ اه أو لم يتعلم انه يكون عنده أخلاق ازاي؟ ايه اللي بيأثر في الأخلاق؟ ليه بتتنوع فكرة الأخلاق؟ في بين جيل وجيل بين شعب وشعب بين ناس وناس فلاسفه كتير كتبوا في هذا الامر ايه مصدر هذه الاخلاق وازاي اتعلم الانسان انه يكون عنده مقاييس يعيش بيها وليه بتختلف المقاييس دي كل يعني الافكار دي في ناس كتير كتبت فيها لكن المعنى القريب لمفهوم الاخلاق اللي انا يعني يعني شايفاه يوضح ببساطه ايه هي فكره الاخلاق انها منظومه من القيم بيتميز بها الانسان عن غيره آه آه والعادات والتقاليد اللي, اللي موجوده في المجتمعات الغربيه والشرقيه والكلام والمجتمعات المختلفه آه آه بتختلف عن موضوع الاخلاق، لكن بيحصل خلط بينها وبين الاخلاق. او فكره الاخلاق اللي اتعلمناه، فنقدر نقول انه في في حاجات نقدر نقول عليها دي عادات وتقاليد وده دين وده اخلاق، لكن هل الاخلاق مستمده من الدين؟ ولا لا محمد اتقال عنه انه جه علشان يعلم الناس مكارم الاخلاق مش كده او يكمل مكارم الاخلاق لكن هل كانت حياته تكمل فعلا مكارم الاخلاق هل كان في يعني يقال مثلا في حديث انه اللي هيكون اقربكم ليا في الجنه هو اللي هيبقى يعني اخلاقه كويسه عارفين الحديث صحيح قالوا فعلا ما قالوش هو ومحمد قال احاديث اصلا يعني هل الحاجات اللي منقوله عن 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 دي جت عنه فعلا دي يعني اسئله مهمه قالها او ما قالهاش حياته عملت ايه حياته اثرت فيكم ازاي حياته قدمت لكم ايه آه القيم المكتسبه آه آه من المجتمع والعائله آه احيانا بتبقى دي اللي بتقول عليها الاخلاق اللي احنا اكتسبناها من مجتمعاتنا ومن عائلاتنا ومن شغلنا ومن دراستنا والكلام ده او من فهمنا للحياه احيانا في بعض منها بيكون من داخلك انت ربنا ادالك حاجه تغيرك عرفك ازاي تعيش بطريقه افضل واحيانا بتكون مفروضه. مفروضه من من مجتمع على يعني افراد بشكل بخاص او بشكل معين يعني عايزه اديكم امثله عشان اوضح اللي أنا الفكره اللي انا عايزه اقولها لكم عن موضوع فرد او او الخلط ما بين ما هو اخلاق فعلا وما هو عادات وتقاليد اللبس مثلا من الميول النقاب لو حبيت تغيره يقولوا لك الاخلاق القيم العادات وغيره خلينا يعني نفكر فيها، المجتمعات الإسلامية من أول السعودية لحد مصر مثلاً والأردن ويعني البلاد المتفتحة قليلاً الستات فيها مش لازم تلبس النقاب والحجاب والكلام ده في اختلاف كبير، في السعودية وطبعا في تغيير يعني كبير دلوقتي في السعوديه وفي الحلقه اللي جايه هنتكلم عن هذا التغيير لكن في السعوديه مثلا الست اللي تقلع النقاب ما زلنا حتى اليوم مع حملات حرق النقاب وكل حاجه في ناس تقول لك لا ده دي ستات اخلاقها بايظه اللي عايزه تقلع النقاب، ستات اخلاقها بايظه اللي عايزه تتخلى على عن الزي الرسمي الاسلامي مش كده؟ في مصر لما المحجبة تقول لك أنا مش عايزة ألبس الحجاب تقلع الحجاب يبقى ما عندهاش أخلاق تبقى متسيبة تبقى لازم هتمشي على حل شعرها يتهموها في أخلاقها على طول واحدة قررت أنها تلبس بوركيني مثلا الميول شرعي حتى دي يقول لك عليها طب دي لابسة يعني شوفوا إزاي ما حزق عليها مقاييس المجتمع بتختلف ويخلطوها ما بين الاخلاق والعادات والتقل... والتقاليد وقيود الدين. لو حبيت تغير يقولوا لك انه اخلاقك بايظه مش كده؟ لكن ايه المصدر؟ ايه اللي لو بصينا الموضوع اللبس وال... 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 والكلام ده كله حتى في الاكل والشرب لو حبيت لو واحد اكل خنزير يقول لك ده كافر ده فاسد ده فاسق ده مش عارف يو you know? مش اختيار شخصي مع ممكن يكون اكل خنزير بس هو مش لا مش كافر ولا فاسق ولا اي حاجه مش كده لكن ما وراء ده يتهم في اخلاقه على طول لانه الدين هو اللي بيقيد كل هذه الامور ويغير افكاركم ويلخبطكم ما هو عادات وتقاليد وما هو اخلاق وهذا الخلط الكبير النهارده لازم تاخد وتاخدي وقفه بينك وبين نفسك وبينك وبين الله تقول يا رب علمني ايه مصدر اللي انا عايشه بيه. انا اتعلمت منين احكم على غيري او لا احكم على غيري. اتعلمت منين اعامل الكبير وعامل الصغير وعامل الست وعامل الراجل واعيش مع المجتمع. از اتعلمت ازاي اكون امينه في شغلي او او اكون امينه مع اخواتي، اتعلمت ازاي احب او اكره افجر او اقتل، اتعلمت ازاي. منين؟ ايه المصدر؟ مثل اخر هو في مجتمعاتنا الفرق بين الكبير والصغير. في المجتمعات الغربية الانسان انسان، كبير صغير بيبي عجوز الانسان انسان. اقدر اقول يعني بمنتهى الامانه ان المجتمعات العربية بتحترم الكبير على يعني اغلبيتها، تحتم تحترم الكبير وتعين الكبير بصوره افضل من المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية بتؤهب اماكن للناس الكبار عشان يعيشوا فيها بكرامه ولكن إحنا في مجتمعاتنا إحنا اللي ناخد بالنا من الكبير، إحنا اللي نحترم الكبير، أما الكبير يدخل نقفله. دي حاجات اتعلمناها في التربية. الإحترام. مش عشان الدين، دي إحترام، اتعلمناه كده. الغرب مختلف عن دي، ولكن الغرب يحترم إنسانية الإنسان. الفرق بين الكبير والصغير، الإبن والبنت والأب والأم والعيلة والأخ والكلام ده الخلط في هذه الامور بين الاخلاق والعادات والتقاليد غريب جدا النهارده عندي قصه عايزه اول قصه هقولها لكم هي قصه بنت اسمها اسراء غريب هي يعني واخده ترند عالي دلوقتي في على السوشيال ميديا لانه البنت دي اتلوها اهلها القصه غريبه جدا اتلوها ليه اهلها هي ابنه ف... المجتمع بيقول والدين بيقول ان هذه الابنه لازم انها تمشي على قواعد وقوانين العيله الاب الاخ العم دول كلهم بيقيدوا حياتها فاسراء اتخطبت واحد جالهم البيت وخطبها والاهل وافقوا ولبسوا الدبل وكل حاجه وفي يوم من الايام اسراء واختها خرجوا مع الخطيب ده بس يقعدوا في مطعم كده ياكلوا حاجه عشان إسراء والخطيب بيتعرفوا على بعض شويه بسماح من الأم. طبعاً اللي بيسمعني دلوقتي يقول لك اه طبعاً عشان الأم متسيبه زي بنتها هي اللي سمحت وحاجات زي كده مش كده؟ لكن اسمع بمنطق العقل. خلينا نحط صوره إسراء الأولانيه. إسراء بنت جميله من آآ آآ بيت لحم. وعندها تويتر فكانت بتكتب على تويتر والناس ابتدت تكتب على في قصتها. في يوم من الايام هي حطت الفيديو او الصور بتاعه الخروجه اللي خرجتها مع خطيبها دي على الانستغرام. سو so اللي شاف بقى القصه بنت عمها. بنت عمها شافت القصه وراحت قالت لابوها وقالت له قالت لهم بقى ان دي خارجه من ورا اهلها وبقت فضيحه فاهل اسراء بعتوا لاخوهم اللي عايش في كندا وجابوه علشان يجي يربي اسراء ضربوا اسراء ضرب موت لحد ما دخلت المستشفى في حاله سيئه جدا ومش بس كده وهي في المستشفى ضربوها وهي في المستشفى ضرب دخلت الممرضه او سمعت الممرضه صوتهم بس ما قدرتش تدخل تحوش، ليه؟ بيربوا عليك بيربوا بنتهم، ما نقدرش. المجتمع العادات التقاليد الاسلام روح الاسلام اللي عايشه في في قلوب وحياه هؤلاء الناس اعطت الحق للاب والاخ ان هم يربوا البنت. الفرق بين الاب والاخ لازم هم صح ولازم النظره لهذه المراه انها مصدر كل شر. وانها مصدر كل خطيه ولازم هي غلطانه ما دام اهلها بيربوها مش ننقذها لانها انسانه حتى لو كانت غلطانه مع اني انفي عن هذه البنت انها غلطت في اي حاجه المجتمع كله عارف مش كده فالممرضه من الممرضات سجلت الصوت وحطته على السوشيال ميديا مش هحط الصوت ولا حاجه من دي لكن موجود اثبات ان البنت ضربت ضرب موت وافتروا عليها خرجوا البنت من المستشفى حط لي الصوره اللي بعد كده وكانت البنت بتكتب على السوش على السوشيال ميديا بتقول انا بقيت كويسه وبتقول للناس يا انها قويه وانها تفضل تقاوم وانها يعني آآ آآ متمسكه بخطيبها فسخوا الخطوبه بينها وبين خطيبها لكنها كانت لسه لابسه الدبله هي وهي يعني متشلفطه وايديها عليها كدمات و يعني حاجه مشينه جدا الحقيقه وشايفين وشها عامل ازاي بعد ما ابتدت تتحسن شويه اخوها اللي من كندا قرر ان هو يديها علقه تانية بس تكون علقه موت حقيقي خلينا نشوف الصوره الثالثه دول هم المجرمين اللي أك... اللي قتلوا اسراء واللي تسببوا في موتها البنت دي بنت عمها انا واخده الصوره دي من السوشيال ميديا ف يعني آه يقال انه دول عيلتها دي بنت عمها اللي ما تختلفش قوي يعني عنها ما هي لابسه مكياج ومحسنه الصوره وكل حاجه بس دي اتمسكت في صوره خارجه مع خطيبها باذن امها ودي لا ده المجتمع اللي بيتكلم عن الاخلاق اوكي فدي البنت اللي تسببت في موتها ودول اخواتها منهم الاخ الكندي اللي عايش في كندا اللي المفروض إنه عايش في بلد متحررة متقدمة لكن إيمانه وأخلاقه لم يغيرها الإسلام بل عضدها الإسلام. لأنه في الحالة دي هو مالك إنه يعمل كده هو مسؤول هو قيم على البنت دي. فين الأخلاق الإسلامية هنا؟ ال ال الإسلام علشان كده انا سميت الحلقه الاخلاق وروح الاسلام ممكن في ايات في القران كتيره تقدروا تشيلوا في الصوره شكرا في ايات في في القران كتيره بتتكلم عن يعني ازاي تعيش ازاي تعمل ازاي تعمل الناس بصوره كويسه ازاي تتواضع حاجات زي كده لكن يعني محمد نفسه اللي علم مكارم الاخلاق اله قال له في القران عبس وتولى انت بتكشر ليه في اسجاعك الاعمى ليه بتكشر في وشه ليه بتتدور منه وانت بتكبر على الناس ليه مش كده ادي بتاع مكارم الاخلاق اهو لكن الفرق في حاجه حتى ولو ان القران فيه ايات زي مثلا في سوره لقمان اعمل كذا ما تعملش كذا وان امشي كذا وما تعليش صوتك وان انكر الاصوات لصوت الحمير وكل الايات اللي انتوا عارفينها دي بيتكلم على حاجات كويسه الانسان يعملها ولكن الفرق انه الاسلام لا يعلم الانسان محبه ولكن يضع في الانسان روح شر هو روح الاسلام روح شر ف الناتج عنه لازم يكون آآ آآ يعني آآ شكل هذه الحياه اللي بيعيشوها بناتنا في العالم الاسلامي الشكل انك عندك قواعد المفروض انك تمشي عليها على فكره من ضمن الاخلاق في الاسلام انك تصلي وتصوم وتعمل الفرائض وتعمل اللي انت مامور بيه واللي واللي انت منهي عنه افعال كلها ولكن الحقيقه ان هذه الافعال لا تؤثر في حياه الانسان روحيا وتنتج شيء يخليه يكون يقدر يتعامل مع الناس باخلاق حقيقيه فيها محبه واحترام للجميع. ادي فكره الـ الـ الاخلاق والفرق بين الكبير والصغير تقدر تقول هو عندنا احتمال احترام الكبير ولكن الصغير في البيت لا يحترم. ما تعلمناش كده في الإسلام إحنا تعلمنا أن الصغير ملك الأب يملك الإبن والبنت مش كده؟ فرق كبير بقى كمان بين المرأة والرجل الفرق طبعاً ده يعني ده برنامج المرأة المسلمة فإحنا بنتكلم على ده كل أسبوع لكن النهاردة القصة اللي هتكلم عنها هي قصة الحوار اللي كان بين الأستاذة المحترمة الدكتوره رانيا علواني والاستاذ تامر امين الاعلامي اللي يعني كنا فاكرينه اعلامي بس طلع مش اعلامي لانه ما كانش عنده تصريح فدلوقتي له التصريح فنقدر نقول عليه اعلامي ماشي لكن الحوار اللي حصل بينهم ده في برنامج في فقره هو بيقدمها كده في بداية البرنامج ويقول ايه؟ دي الخناقة بقى اللي بين تامر أمين وحواء. ده هو شايف إنه بينه وبين حواء آآ آآ خناقة. يعني وبيقولها كده فكر نفسه يعني إنه دمه خفيف، ولكن هو لا يعلم الأستاذ تامر أمين ودي يعني رسالة موجهة ليه شخصيًا. يا أستاذ تامر ناتج أعمالك وكلامك وأفكارك وما تقدمه على شاشة التلفزيون يقدم احتقار للمرأة في كل المجالات اللي انت اتكلمت فيها انت امام ست انت يعني ما عندكش مخك مش قادر يجيبك تفهم هي حياتها قيمة قد ايه وعملها قيمة قد ايه وتأثيرها في الحياة اللي حواليها قيمة قد ايه لكن هذه المرأة هي مثل لكل امرأة انت يعني بتستخف بيها من ضمنهم مراتك وبناتك لانه في كل ما قدمته من يعني وانت بتتكلم على الست دايما بتتكلم على على الست كانها درجه تانية ممكن احط لك يعني خمسين مقطع ليك اتكلمنا فيه قبل كده عن طريقه كلامك عن انه الستات دول درجه تانية ست تقعد في البيت الست تعمل اللي يقول عليه جوزها، امال انا مش راجل يعني ولا انا ما اقدرش اكفي يعني يعني هي ككائن انت لغيتها. وبتفتكر نفسك يعني يعني السيد ولا حاجه دمك خفيف كده والستات يعني هتموت فيك لما تبقى بتتكلم عنهم بالشكل ده. بالعكس يعني حتى ولو انه اللقاء اللي حصل بين تامر امين والاستاذه رانيا علواني الحقيقه انه كان بالنسبه لي قاسي ومهين جدا كان معمول في شكل انه يعني طرافه لكن في الحقيقه انه كان مهين مهين لكل امراه بتبذل جهد عشان تكون مؤثره في حياه عيالها وبلدها ومجتمعها ويقف رجل بهذا الشكل يتكلم عنها بالشكل ده مش بس هي لا ده كمان يهين جوزها. دكتوره رانيا سباحه معروفه حايزه على عدد رهيب من الجوائز سياسيه ايضا لانها بتشتغل في لانها جزء من البرلمان عضوه في البرلمان عندها بكالوريوس علوم وبكالوريوس طب. هي طبيبة أمراض نساء وولادة يعني إنسانة تمارس حياتها بشكل واسع جدا بتعين الكثيرين من الناس عندها كم من المسؤوليات غير عادية عضوة شرفية في كثير من اللجان اللجنة الأولمبية وفي مجلس النواب ويعني ليها مكانة غير عادية في المجتمع فحديثه معاها بقى انتقد كل ده ايه يعني انا هفتح الحنفيه تنزل لي رانيا علواني؟ علواني هو حد قال لك انه رانيا علواني لازم تنزل من الحنفيه ليك؟ لا رانيا علواني وغيرها من السيدات هم امثله لقدره الله الموجوده في كل امراه واحده قادره انها تكون انسانه بتساعد في كل ما يحتاجه مجتمعها وبيتها وزوجه ناجحه ومتجوزه راجل كويس بيحترمها ويعني راجل اعمال معروف انت عايز ايه يعني؟ انت الحنفيه مش ليك خالص اطلع بره. اوكي؟ <applause> وبعدين يروح موجه الحديث للزوج بقى يعني ده هنا ما دخلناش بقى ما بقاش هزار. هنا تعدى الهزار لمرحله الخروج عن الادب وال انه يستقل بالانسانه اللي قدامه لانها امراه هل كنت تقدر تعمل كده مع واحد راجل قدامك لا يمكن يوجه السؤال لجوزها كده يقول له انت شعورك ايه وانت بتمر كده من جنب الجواز بتاعه مراتك وانت اكتر حاجه كسبتها كده عشره طاوله ايه ايه هذا السفه بيتريق على الراجل لان الراجل بيذاكر لاولاده يعني الراجل اللي بيذاكر لولاده ده راجل محترم بيعتني باسرته بيقضي وقت مع اولاده بيحترم مراته بيقدم يعني مثل لولاده يحتذى بيه عشان المجتمع البايظ ده اللي اخلاقياته بايظه تتصلح هي دي الاخلاق الصح. خليني اخد مكالمه وبعدين نكمل. سيد احمد من الجزائر اهلا بيك. سلام سلام ونعمة ليك أهلا وسهلا آه، من المفروض ما تقوليش سلام عباري. نعم من المفروض ما ليش سلام أما أقول لك إيه برسالة رسالة يوحنا الثانية رسالة يوحنا الثانية إصحاح العاشر أقول آه، لك إيه يعني إيه رسالة يوحنا الثانية عايز تقول تقولي إيه سلام. آه، دقيقة شوية نقراها بص يا استاذ احمد انت السلام في في المسيحيه دقيقه دقيقه لا معلش. أه. معلش معلش إن كان أحد يأتيكم ولا يجئ بهذه التعاليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلاما أنت عارف أنت بتتكلم على هم؟ إيه؟ إيه إيه اللي أنت اللي إيه, اللي إيه اللي أنت حضرتك قريتها دي أنت عارف هي بتتكلم على إيه؟ رسالة يوحنا ايوه هي رساله يوحنا انا عارفه هي رساله يوحنا اللي انت مش فاهمها. الايه ال دي بتتكلم عن الناس اللي بتتكلم عن تعاليم مخالفه لكتاب الله. لما جاء به الكتاب المقدس. اوكي؟ آه. اوكي ايه, إيه لي المكالمه دي دول, دول هو الاستاذ احمد مش عارف بيتكلم على ايه واللي قاعد جنبك بيكلمك وبيقول لك ممكن يكلمني شخصيا. اوكي سمعتني اوكي اوكي يا استاذ احمد انت حد قاعد جنبك بيلقنك بدل ما تتوشوش معاه يكلمني هو شخصيا او هي شخصيا اذا كانت ست يعني انت عشان صوت المراه عوره مش عايز تطلعها ولا ايه اني anyway. طيب. أنا ه... أنا هقول لك سلام ونعمة ومحبة لأنك لا تعلم تعليم الله الحقيقي الكتاب هنا بيتكلم عن الناس اللي بيجي لكم بتعاليم مخالفه عن اللي الرب يسوع إدهولنا دول نقفل الباب ونقول لهم مش عايزين تعاليمكم زي شهود يهوه زي زي نبي كذاب زي محمد مثلا يا نقدر نقفل الباب ونقول له لا انت كاذب لانه كتاب الكتاب المقدس اتى بالحق اللي هو يسوع المسيح واياه مصلوبا طيب خليني اكمل موضوع الاستاذ تامر امين واضح جدا من بقيه الحوار بتاعه انه كان يعني قاصد ان هو يهاجم بصوره تنزل من الاستاذه رانيا علواني ف يعني لو كانت الفقره حوار بين تامر امين وحواء عموما يعني فكان ممكن ان الفقرة دي تتكلم عن طب انتي عملتي كده ازاي يعني طب ما يعني خلاص هزرنا كلمة ولا اتنين وبعدين نتكلم عن انتاجها الحقيقي في المجتمع بقى مش نتغاظ ونغير ونهزقها هي وجوزها وعيالها فهي سألته انت تحب مراتك تشتغل فمردش بس طبعا قال بعد كده انه مراته ما بتشتغلش انا بعرق جيبيني وبعمل وكده وهي ما تشتغلش لانه هي مش محتاجه لان المساله كبرياء وهو فالأستاذة رانيا يعني الناس اللي كانوا موجودين ابتدوا يتضايقوا اللي هو الكنترول قعدوا يقولوا له اطلع فاصل مش عايز يطلع فاصل واخد وصله ردح فين الاحساس الاخلاقي والاحساس الـ الـ الانساني اللي بيحترم انسانه قاعده قدامه هي وعائلتها كلها يعني هي بتمثل عائلتها كلها راح مش موجود ما فيش اخلاق ده اللي اقدر اقوله ما فيش الاخلاق اللي بتقول لك حب قريبك كنفسك لكن في نفس الوقت الاستاذ تامر قال ايه انه الحقيقه انه في حاجه بتحصل لما الست تكون متقدمه عن جوزها الاحساس الذكوري البحت اللي موجود فيه بيقول هو بقى بمنتهى الامانه اعترف الغيره. انا ما ان مراتي تشتغل، انا ما ان الست تبقى احسن مني، الراجل ما يحبش مراته احسن منه. الرب يسوع قال كده انه الراجل لازم يحب مراته كما احب المسيح الكنيسه. ويقدم نفسه عنها حتى الموت لو احتاجت ده وانه الاثنين يتعاونوا في الحياه فاكرين لما عملت لكم حلقات اتكلمنا فيها عن اا اا, آآ, آآ, آآ المراه الفاضله في سفر الامثال المراه والراجل بيعملوا سوا ويفتخر بيها يقول كده بيفتخر بيها في, في في وسط المدينه في وسط اصحابه قاعد بيفتخر فيها ده الراجل اللي الله غير قلبه خليني أخذ مكالمه مين معانا من ف شهد مرحبا اهلا سلام المسيح معاكي تفضلي اهلا بي. أه بدايه بدي اطلب من حضرتك الاعتذار لو سمحتي اذا في مجال أ انا اسفه مش سامعه يا, يا شهد علي صوتك شويه أه أنتِ عايزاني أنا أه أعتذر لك؟ لا، ما بدي تعتذري لي شخصيًا. أه، أوكي. هلا أه أنا أه إذا بدي أسب على نبي معين كلهم أنبياء أحسن مني ومن أي حدا. أه الأنبياء هدول ما بينسب عليهم وما أه مجردين من أي صفة سيئة. طيب. أيوه. صحيح؟ أه حضرتك أه أه بتابع برنامجك مش واحد ولا اثنين ولا عشرة كثير كثير بتابعوا برنامجك مسلمين ومسيحيين ويهود ومن كل الديانات مزبوط مزبوط يا حبيبتي أيوة هلا انا لما اطلع في برنامج انا اعلاميه لما انا اطلع في برنامج لازم احترم بغض النظر انا مسلمه انا مسيحيه انا يهوديه بدي انا احترم المستمع اللي بيسمعني اللي اللي كل اشغاله وفاتح ال 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 وصلت الـ الـ وصلت فكرتك وصلت فكرتك انتي كراتك. انتي زعلانه عشان انا, أنا قلت انه محمد نبي كذاب مش كده؟ ما بينفع ولا باي شكل من الاشكال طيب آه خليني خليني هوقفك دقيقه واحده آه اسمك شهد مش كده؟ يكون في نقاش حبيبتي اسمعيني اسمعيني دقيقه واحده اسمعيني استاذه شهد اسمك اه اوكي شاهد انا هقدم لك انت اعتذار لانك انت انجرحتي بشكل شخصي انا كاعلاميه بتكلم بشكل عام ومفتوح بقول حقائق وبقول رايي احيانا احيانا وبقول ما تقوله الكتب احيانا معلش اسمعيني اكمل اكمل كلام هكمل انا سمعتك وهسمعك لسه فبما أننا النهاردة بنتكلم على الأخلاق مش كده؟ فأنت بتديني درس أخلاق. أعتذر لك حاضر عيني يا حبيبتي. أعتذر لك عشان أنت شخصياً اتجرحتي <applause> الإعلامية يا حبيبتي أنا هكلمك على حكاية محمد دي بعد دقيقة واحدة. الإعلامية بتتكلم أو الإعلامي بيتكلم بشكل عام مش قصدي أبداً أن أنا أجرح الناس ولا إحنا قصدنا أن إحنا نجرح الناس. لكن عموماً ما قلته عن محمد هو حقيقة تاريخية وحقيقه كتابيه. لأن محمد لم يكن نبي، يعني ال ال الأنبياء حبيبتي الأنبياء إحنا أنا أنا مسلمه سابقه. فإحنا ما تعلمناش الأنبياء دول آه هم مين وإيه مسؤولياتهم وجم منين والكلام ده كله إلا لما ابتديت أقرأ الكتاب المقدس وعرفنا بعد كده ان كل الأنبياء اللي ذكروا آه آه في العهد القديم كلهم لحد آه السيد المسيح كانوا آه آه من آه آه من من اسرائيل محمد ما كانش نبي ابدا وليس لي رساله لان المسيح قال انه سياتي بعدي انبياء كذبه منهم محمد دي حقيقه ما اقدرش اغيرها سؤال تفضل آه انت ما اخترت دينك صح انا ما اخترت ديني كل انسان بينولد في بيئه بيمشي عليها انا آه انولدت في بيئه مسلمه فتربيت على مبادئ الاسلام انت انولدت في بيئه مسيحيه تربيتي على مبادئ المسيحيين لا ده مش صح لو... مش صح انا انا لو... لا معلش انا مش يا بنتي استني يا حبيبتي استني انا كنت مسلمه وبعدين بقيت مسيحيه انت كنت مسلمه وبعدين صرتي مسيحيه ايوه تقدري تدخلي على اليوتيوب وتشوفي اختبار الاخت اماني هتشوفي اختباري كامل وتعرفي انا قصتي ايه وليه كنت مسلمه وبقيت مسيحيه فاللي انت بتقوليه ده نقطه مهمه جدا انا وإنتي نتولد على حاجه وبعدين لازم نبحث لنفسنا لانه اللي انت اتولدتي عليه ده لا يعني ان هيكون ليكي حياه ابديه دي نقطه هامه جدا في حياتك اليوم وانت بتسمعيني يا شهد شهد مسؤوليه الانسان الروحيه امام الله انه يعرف مين الله الحقيقي علشان تقدري تعيشي معاه اللي انت تعلمتيه مليء بالخرافات نعم المسيحيه ما عندهم اله واحد ما هو بصي عشان انت برضو بتسمعي من المسلمين ده غير حقيقي احنا نعبد اله واحد الله الخالق ليس غيره بقرا كتابات وقرات بعض يعني مش كثير بالانجيل وبالتوراه قرات اوكي بعرف الأفكار المسيحيين وهون عندنا جيران مسيحيين وبعرف تفكيرهم وبعرف دينهم. هقولك لك نقطتين مهمين اتعلمتهم أنا من في طريقي مع ربنا، ممكن أقول نقطتين تفكري فيهم؟ أوكي؟ النقطة الأولى أن الله لا يمثل إنسان، كتير من الناس اللي حوالينا بيقولوا أنهم مسيحيين وهم ما عندهمش فكرة عن الحياة مع الله، ده حقيقي وكتير مسلمين عايشين كمسلمين وما يعرفوش حقيقه الاسلام ده حقيقي ولا لا كلنا أه طبعا اوكي فاذا اول بدايه بحثك عن الله يجب انك تعتمدي فيها على حقائق كتابيه على دراسه يعني حقيقيه ما تعتمديش فيها على راي الناس خالص بينك وبين ربنا فاللي انت بتقولي عليه ده النهارده ممكن يكون يعني لما بنتعلم عن المسيحيين انا اتربيت في بيت اتعلمت ان المسيحيين كفره واتعلمت ان هم كلهم هيروحوا النار وما كنتش اعرف ليه هيروحوا النار لكن لما ابتديت اقرا عرفت جاي منين الكلام ده هيروحوا النار ليه؟ محمد قال كده هو قال كده انت قراتي القران ايوه حبيبتي انا قرات القرآن. القران الاحاديث طب أنا عايزاكي تبتدي تتابعي بعض برامجي السابقة وتشوفي اختباري وتقولي لي إذا كان الكلام اللي أنا بقوله يعني تأليف من عندي ولا جاي من يعني كل الأدوات الإسلامية الموجودة باعتباري أنا مسلمة لا يجوز لي وما بيحق لي ولا بأي شكل من الأشكال سواء أنا شو ما كانت ديني أو شو ما كانت ديانتي لا يجوز لي, لي أنه أنا أطلع كمذيعة سوري منك أحكي في برنامج الأخلاق واحكي انه الرجل كاذب كمحمد او انا مثلا اطلع على برنامج احكي رجل كاذب كعيسى انا بالنسبه لي كمسلمه اخجل من حضرتك لما أقول ده انت أوه. انت اخلاقك ممتازه وانسانه لطيفه جدا بل بس اسالك سؤال شفتي شيوخ بيطلعوا يقولوا انه المسيحيين كفره أنا ما لي بالشيوخ، أحكي لك شغلة هدول الشيوخ لا. أنا ما بيمكني لا. شخ... لا ما فيش حاجة اسمها مالكيش دعوة، الشيوخ هم اللي بيعلموكي المشكلة المشكلة إنه تختاروا الشيوخ المتزمتين لا 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 لا, ما لا بصي كلام الشيوخ بصي على على لا ده قرآن يا حبيبتي حبيبتي ده قرآن بصي يا شاهد اسمعيني ده قرآن اللي بيقول إن المسيحين كفرة ايه من ايات القران لها تفسير ومش اي حدا مش من يعني مش حد من الشارع بيجي يفسر اذا كان هاي الآية. اذا 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 كنت ما تقدريش تقري تفسير القران وتفهمي تفسير القران لنفسك ما تقدريش تقفي امام الله انت مسؤوله عن نفسك وكل الايات اللي <applause> اللي بتتكلم عن انه المسيحيين كفره وانه لا تولوهم والكلام ده كله كل التفاسير بتقول تحتها انهم كفره فالشيخ مش هو المصدر القرآن هو المصدر وده دايماً لازم يكون مرجعيتك أنا شاهد عايزة أكمل بصي عايزة أقولك لك حاجة الكافر هو من يشرك بالله إله آخر بصي حبيبتي بصي ما أنا أحكي إنه لا ده ده رأيك بس بس اسمعيني اسمعيني عشان عشان وقتي وقت البرنامج لازم أكمل الموضوع عايزاكي تشوفي بعد كده شخص ونقول هذا هو الاله حبيبتي اسمعيني هذا هو الاله طيب اوكي وطولي صوتها عشان هقول لها رساله اخيره بصي يا شاهد آه، انا آه، تليفونك يا ريت تسيبيه أحب أتكلم معاكي بعد كده ولينا حديث طويل لو تحبي، لكن دلوقتي لازم أكمل البرنامج، بشكرك على مداخلتك، بشكرك إنك بتتفرجي وبصلي إن ربنا يتدخل جوه قلبك دلوقتي ويوريكي شيء ما شفتيهوش قبل كده. أنا أما بتكلم في الأمور اللي بتكلم فيها النهارده حلقة خفيفة شوية فما فيهاش آيات ومراجع كتيرة إسلامية لإنه أنا بتكلم عن أحداث معينة بتمثل فكر واخلاق مجتمع مصدرها الاسلام دايما الخلفيه كده ف يعني احب انك تسمعي للاخر وتشوفي كم حلقه تانية ونبتدي نتكلم مع بعض بشكرك لانك اتصلتي وعايز صلي من اجلك رب انا بشكرك من اجل بنتك شهد انا بسالك يا رب انه انت اليوم كل فكر ليس منك يا رب يمحى في اسم يسوع وكل فكر من من قلبك ومن محبتك ليها رب تعلنه أنت ليها اليوم وأنه تفتح عينيها وتفتح قلبها رب صلي من أجل أنه قلبها يشفى من أي جرح أكون سببته بأي كلمة غير مقصودة ليها هي ولكن يا رب أنت قلت تعرفون الحق والحق يحرركم وانت الحق يا رب اللي تقدر تحررها من قيود اي شيطان يحاول انه يبعدها عنك في اسم يسوع وصلي امين. طيب أم. على فكره انا يعني في اي وقت هيكون في انسان صادق انا شايفه ان شاهد انسانه صادقه أم. هيكون في انسان صادق بيتكلم معايا وعايز يبقى في نقاش حقيقي عايز اقول لك ان انت اهم عند الله يعني ممكن اكمل البرنامج كله معاها لكن أم. مش هكمل البرنامج في جدل اكمل البرنامج في حوار لكن حابه اقول لكم ان كل اللي عنده سؤال حابب انه يحطه امام الله اهلا بيكم اهلا بيكم في, ال... في يعني كل الوقت اللي أنتم عايزينه بس يكون حوار يعني في محبه وحوار لطيف زي شهد كده طيب خليني اخلص فكره أه أه تامر امين منظور تامن أه تامر امين للمراه هو مثل ليه منظور المجتمع الاسلامي كله للمراه ليه هو عايز مراته تقعد في البيت ليه لانه القران قال له قال كده ان الستات يقعدوا في البيت وقرنا في بيوتكم لازم تبقوا قاعدين في البيت الاسلام قال انه الراجل هو القوام على الست الرجال قوامون على النساء الراجل هو اللي يربي الست هو اللي يعلم الست هي اللي تخدمه هي اللي تقوم بطلباته هو يعني هي اللي تطيعه مش كده؟ الإسلام علمه كده دي مش عادات وتقاليد ده فكر إسلامي هو تعلم كده روح الإسلام الموجودة يعني أنا خليني أشرح الحتة دي تاني علشان الشرح ده خاص يمكن أكتر هيكون بشهد واللي زيها لما بقول روح الإسلام أنا عايزاكم تفهموا إنه الحياة مع الله والحياة في الأرض اللي إحنا فيها دي كلها في عالم الروح مش في العالم الارضي العالم الارضي اللي احنا عايشينه ده كله يعني حاجات فانيه والمنظور كله رايح لكن التغيير الحقيقي بيحصل جوه روح الانسان اللي بيستمدها من روح الله او من روح الشيطان الشيطان ليه اولاد كما ان الله له اولاد فلما بقول روح الشيطان او روح الاسلام دي روح شريره بتاثر على الناس كي. خليني اخد آه مكالمة اخرى تفضلوا الاخ جرجس اهلا بيك اخ جرجس تفضل سلام يا اخت اماني ربنا يبارك فيكي ويبارك لك لمجد اسمه قدوس شكرا انا بس عايزة اتكلم نقطتين صغيرين عن اسراء وعن شهر اتفضل الاسلام بالنسبه لاسراء يبص لمصر يعني يعني هو يبيح آه مضاجعه الميته مضاجعه البهيمه آه يا بس الانين. بس يا, يا اخ جرجس للاسف يعني النهارده شهد مثل للناس اللي لا تعلم هذه أنا الامور او تنكرها انا هتكلم على ساعة انا بتفرق. بقول دلوقتي لك اسراء لكن المراه في شعرها او او دي دي مشكله يعني يعملوا اي حاجه بس يعني المظهريات اللي هي اللي موجوده إنما يعني إيه ما أجرمتش لما خرجت مع أختها yeah. وده يعني إنما الإجرام إن واحد في كندا وهربان من المجتمع ال 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 الإسلامي ورايح في مجتمع متخبط اشترك في هذه الجريمه. No. مش فاهم يعني هذا no. يعني الناحيه بالنسبه للأخت شهد يا أخت شهد احنا ما بنحب ما بنقرأش احنا عشان بنحب المسلمين بنحاول بكل طريقه بين لهم الاسلام فيه ايه ومشاكل موجوده محمد كان يعني بيستبيح لنفسه حاجات تعال انا محمد قوي ما بي مش سامح بيها المسلمين يعني نقول مرة ان وهبت نفسها لك خالصه من دون المؤمنين من دون الناس وبعدين خالته خالته تعب نفسها ليه وينام معاه طيب خليني آه خليني معلش هوقفك هنا اخ جرجس عشان عندي نقطتين ثلاثه مهمين حابه اخدم بيها النقطة اللي حضرتك آه وقفت عندها دي بشكرك والرب يباركك النقطة اللي حضرتك وقفت عندها هنا بتتكلم عن حياة محمد عايز أقول آأ في آأ في آأ يعني فيديو تاني حطيناه لكم على الفيسبوك حط لي مش الصورة دي اللي بعدها في حديث عن المتعه أه بيتكلم عن ازاي ابتدت حكايه المتعه دي او ازاي كان مسموح بيها في الاسلام فغزوه اوطاس محمد راح مع الجيش بتاعه فالناس قالوا له طب احنا هنعمل ايه معناش ستات يعني انا اختصي يعني نعمل ايه فقال لهم لا 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 ما تختصوش ولا اي حاجه خليني ابيح لكم المتعه والشيخ هنا بيقول انه محمد اباح المتعه ثلاث ايام لهؤلاء الناس للاستمتاع فقط وده كان استثناء وبعدها منعها لأنه الله كان منعها بس هو صرح لهم بيها يعني محمد نفسه كسر حاجة الله المفروض يعني على حسب كلام الشيخ أنه الله منع المتعة وقال لك ده حرام okay. ولكن محمد قال لهم بس ايه علشان خاطر الرجاله يعني ما يتعبوش خلينا نبيح لهم المتعه ثلاثة ايام ولو اديت لها بلحه ولا اديت لها جزمه ولا اديت لها وات بقى ما يجراش حاجه بس ايه مع المشركات فقط. ميز على طول. انت شيء للاستمتاع مش كده؟ ده محمد نفسه اخلاقه ما سمحتلوش ان هو يقول لهم لا الانسان لازم يعلو فوق هذه المشاعر الـ 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 الارضيه الجسديه، يعني هو الراجل لما ما يبقاش معاه ست لمده شهر ولا سنه هيجراله ايه؟ ولا حاجه، ما في ناس بتعيش سنين من غير جواز، في ايه؟ لانه الانسان لازم يرتقي بفكره وقلبه و... 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 ويبقى عنده حياه نقيه يعيشها مع الله، ليه الراجل المسلم ما بيقدرش يعيش هذه الحياه الحياه النقيه؟ لكن الراجل المسيحي بيقدر اللي بيكون مؤمن وعارف انه لازم يرتقي فوق الشهوات الجسديه لانه كل ما يفعله يمثل الله، لان الله قال كده كونوا قديسين لاني انا قدوس. ادي مثل يا شهد كيف نحتذي بحياه رجل لم يستطيع انه يعلم الناس ازاي يحتزوا ب او او يمشوا ورا ال ال الله علمه مش كده ازاي وبعدين يقول لك بعد كده اللي ما سمعش في عهده آه في عهد ابو بكر واللي في عهد عمر ابتدوا يعملوا المتعه وبعدين عمر وقفهم طب واللي ما سمعش من الشيعة النهارده في ايران وكده والمتعه ال 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 بقت التجارة عند الشيعه. محمد والهه ما كانوش عارفين ان ده هيسبب اذى وألم ومصائب كبيره. خليني اخد مكالمه. أنا أنا أسفه مش سامعه الاسم. فريال. أوكي. اوكي. أهلا اخت فريال مرحب بيك تفضلي. الو <applause> تفضلي حبيبتي أهلاً بك. ازيك يا أختي أماني؟ بشكر ربنا أنا كويس؟ الحمد لله يا رب ليش ما تزعليش نفسك. مش سامعه؟ تفضلي. ألو ما تزعليش نفسك معلش أنا مش زعلانه من حاجه حبيبتي. المهم <applause> زيك وزي كل الطاقم وانا فرحانه اني كلمت معاكي وانت مثال قدمتي وكل حاجه وكل كل الحلقات بتاعتك بتابعها و... و... وتعلمت كتير واستفدت كتير والحمد لله يا رب. ربنا يباركك حبيبتي ده شرف ليا لكن كل اللي تعلمتيه من ربنا انا بس اداه وبشكرك انت عابره؟ إنتي عبيرة؟ <applause> حزب الاي انت والاخ وحيد والاخ راشيد وكل الدروس اللي بتقدمها قناه الحياه والله العظيم استفدت كثير منكم وتربيت على مبادئ جديده والحمد لله يا رب امين النقطه دي في ريال اهم حاجه قلتيها المبادئ الجديدة اللي الله عايز يزرعها في الإنسان الجديد الله بيخليك أنا... إنسانة جديدة فإداكي شال القلب الحجر اللي وسودوا الاسلام وخلى قلب لحم انسانة انسانة مسالمة مسامحة متقبلة لاراء الاخرين قبل ما اكون عبيرة كنت متشددة ولا اسلام لا محمد لا وكمان شفت حاجات يعني عند المسلمين ممكن تسبي ربنا وحتى احمر تسبي محمد يعني الفرق أي. الفاصل مين اللي يعبد انسان المسلمين هم اللي يعبدوا انسان عشان المسيحيين بيعبدوا الله الحق و... في ريال أنا هأقف عند مع... كده في في المكالمة دي وأشكرك وكل المحبة ليكي خليني أصلي من أجلك. يا رب أنا بشكرك يا رب من أجل بنتك فريال من أجل إنها شهادة لمحبتك من أجل التغيير اللي عملته في حياتك يا رب نعطيك كل المجد إحنا في قناة الحياة جميعا يا رب مجرد أدوات أنت تستخدمها لمجد اسمك أشكرك من أجل كل شهادة تمجد اسمك أنت وحدك يا رب وصلي إنه تستخدمها تكون شهادة هذا لأهلها ولعائلتها ولبلدها وتكون الجزائر كلها لمجد اسم يسوع في اسم المسيح أصلي طيب الأخ نبيل من لبنان أهلا بيك يا نبيل طيب نبيل وطي التلف... التلفزيون سمعني ايوه اهلا يا نبيل تفضل سلام المسيح معك أماني. اهلا وسهلا سلام المسيح معك سلام ونعمة ليك اخونا اهلا الله يبارك. يا رب انا انا ما عندي شيء هلا بتابع انا معظم حلقاتي بس بدي اتمنى عليكي لانه حلقاتك كثير ناعمة بالنسبه لغير اشخاص بس بدي اتمنى عليكي لو سمحتي تعملي حلقه عن ولادة محمد وعن أمه وعن والده لأنه هيدي رح تسبب شوية صدمة لألون وبتصور رح تكون صدمة إيجابية لألون حاضر. لأنه اللي بيسمعوك يعني اللي بيسمعوك أنت كتار وهيدي, وهيدي رح تبين لهم أكتر لأنه معظمهم ما حدا بيعرف كيف كانت ولادته ولا محضر. حاضر انا اصلي من هصلي من اجل الامر ده احنا عملناها في البدايه طبعا مع الاخت فرحه والاخت مارينا لكن نعيدها حاضر حاضر وانا وانا حاضره مع الاخ رشيد وكان الصدمه لاله لانه ما كانوا عارفين هالامور هي مظبوط يا فيها امور كثيره ما كانتش معروفه فعلا بشكرك يا نبيل ورب نعم. والرب يبارك وشكرا بيه. على تشجيعك أوكي شكرا شكرا أختي الله يباركك عب... وصلي لنا أمين في اسم يسوع يا رب تبارك أخوي يا أمامك رب يا اليوم رب. وتعطي من نعمتك ومن فرحك ومن حضورك في حياته يا رب وتستخدمه لمجد اسمك هو وعيلته في اسم يسوع أصلي أمين أمين رب يبارككم أوكي طيب آه أنا يعني غالبا مش هقدر اقدم كل الافكار اللي كنت حابه اقدمها لكم النهارده لكن اقول سريعا كده يعني الاخلاق بقت صوره مثلا في واحده محجبه في النرويج راح ولي العهد يزور المكان اللي هي فيه بيفتتحوا حاجه معهد حاجه زي كده، رفضت المحجبه دي انها تسلم عليه، عندنا صوره ليها واقفه كده حاطه ايدها والراجل ولي العهد بيمد ايده. مش راضي تسلم عليه. دي اخلاق. دي هي دي الاخلاق انك مش هتحطي ايدك في لان لان دينك قال لك ان انت أه لما تعملي كده انت هتغضبي ربنا لانك انت سبب الاثاره وانه اللمسه فيها اثاره وكلام كلام فاضي تخريف حطوا لي صور الراجل اللي كان في الطيارة بيصلي وقام ضرب المضيف واحد في الطيارة اختار انه يصلي في النص كده اهو قدام الحمام وقدام الناس وهي طالعة وداخلة والمضيفين وبعدين مشي الصور بسرعة بليز وبعدين راح قايم واقف بعد ما خلص الصلاة وراح مدي المضيف بالبوكس السلام عليكم ورحمه الله وبالبوكس في وش المضيف. ماذا علمتك هذه الصلاه من الاخلاق؟ اولا تعديت على املاك الاخرين، تعديت على حريات الاخرين وتعديت على اجساد الاخرين ايضا. في ايه اللي غيرته فيك الصلاه؟ ولا حاجه. خليني اقول لكم الكتاب المقدس هو مصدر الاخلاق اللي تعلمنا منه كل حاجه، في الاول الرب علم ادم وحواء وحو كل حاجه. في مبدئين مهمين قوي الله اتعلمناهم من الكتاب المقدس ان الله موجود وان الله بيتكلم معانا الله موجود والله بيتكلم معاك اوعى تنسى ده الله عايزك تسمعه النهارده مش انا مش صوتي اي 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 زي ما قلت في من البدء الله خلقنا على صورته ومثاله عشان كده احنا بنستطيع ان احنا نميز بين الصح والغلط لاننا مخلوقين على صورة الله ومثاله اتعلمنا الصح والغلط منه فيك من روحه من روح الله اللي بتعلمك مش بيديلك ادوات بس تمشي بيها في الاول الرب قعد مع ادم وحواء وقال لهم هتعملوا كذا وهتعيشوا كذا وده صح وده غلط ودى شجرة معرفة الخير والشر ودى شجرة الحياة وهكذا علمهم كده وبعدين في بعد كده ربنا ادى القانون والوصايا العشرة لموسى وبعدين المسيح جه بعد كده ولخص الكل في انك تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك وتحب قريبك كنفسك. ده بيخرجك من حيز الاخلاق اللي تعتمد عليك انت لحيز انك تعيش من اجل الله وانك تنظر للاخرين وتراهم مساويين ليك. الكتاب المقدس بيقول كده كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في جهلتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين في كل سيره لانه مكتوب كونوا قدسين لاني انا قدوس الله اللي بيقول كده شوفوا يعني بولس الرسول بيقول بقى ايه وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد المهم أنك تعيش بالروح مش بالجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس مش بالقانون هتمشوا لكن بروح الله الساكن فيكم أعمال الجسد ظاهره زنا عهاره نجاسه دعاره عباده الاوثان سحر عداوه خصام غيره سخط تحزب شقاق بدعه حسد قتل سكر بطر وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله كل هذه الشرور تعيش فيهم أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ضد امثال هذه ليس ناموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات فان كنا نعيش بالروح فنحن نسلك ايضا بحسب الروح اشكركم والى اللقاء في الحلقه القادمه